طلاب دلوقتي انا هعلمكم تعملوا ضفدع بالورقه. طريقتها سهله جدا، هتجيبوا ورقه من نص الكراسه، هنتني الحته دي كده هنقطعها عشان تطلع معانا مظبوطه، هنتنيها عند السطح وهنقصها كده. ادينا قصيناها، هنطبق الحته دي هنا كده، الحته المفتوحه هنا. هاتني الحته دي كده وانا طبقتها اهو، وهاتني الحته دي كده وهقصها، شكلها بقى بالمنظر ده كده. هاتني دي وهعمل دي كده، مش هنطبق عند الخط اللي احنا عملناه. نعملها من هنا كده ومن هنا كده اهي، ودي نفس الطريقة، هنمسكها من هنا ومن هنا كده. هنعمل هنتني دي كده لورا، ودي برضه، وهنتني دي كده وهندخلها هنا. اهو انا دخلتها ماشي ماشي. هقوم جاي هاتني دي كده ودي كده، يعني بعكس كده. نجيب القلم هنعمل لها عين هنا، وخلصتها تلوين اهي، وهدو في ده كان معاكم هدى، هي اللي عملت لكم الضفدع.